هدايا البرنامج برعاية نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقينا؟ سبحنا على لجج من دمانا، وللنصر رحنا نسوق السفينة، وثرنا نفجر نارا ونورا، ونصنع من صلبنا الثائرين. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. أصدقائي الأطفال، مشاهدينا الكرام، نقول كما راكم تشوفوا عددنا اليوم خاص بأول نوفمبر المصادف لاندلاع الثورة التحريرية اللي كانت سنة 1954. عددنا اليوم خاص، العجلة الذكية تاعنا حاضرة بصح اليوم راح نخلوها ترتاح ونرتاحوا منها، راح يكون مميز بألوان العالم الوطني وبالأسئلة تاعو الخاصة. راح تكون حول الثورة، حنشوفوا اليوم إذا عندكم روح وطنية، إذا عندكم ثقافة حول الثورة الجزائرية ولا لا لا. وراح تكون عندكم زوج اختيارات راح تعيطوا لنا، ما راحش نروحوا العجلة، راح يكون عندكم إما تقولوا لنا تخيروا صورة ولا سؤال. صورة راح تكون على الشهيد، يعني على الشهداء ولا المجاهدين، ولا سؤال حيكون حول الثورة التحريرية، حول تاريخ من التواريخ. كما راكم تشوفوا ألوان العلم الوطني راهي مزينة ومنورة البلاطو تاعنا لنهار اليوم. رانا نستقبلوا في قاع اتصالاتكم أصدقائي الأطفال مشاهدينا الكرام، في قاع مكالماتكم، ونروحوا نستقبلوا أول اتصال ونقولوا ألو. ألو. ألو، مرحبا بك، مساء الخير، واسمك؟ أميرة. أميرة، الله يبارك، وشحال في عمرك؟ تسع سنين. الله يبارك، وين تسكني؟ في الجزائر العاصمة. في الجزائر العاصمة، تحية كبيرة لكاع ناس الجزائر العاصمة. أميرة، قولي لي، تعرفي شوية على الثورة الجزائرية؟ شوية. شوية، إيه، وقولي لي تخيري صورة ولا سؤال؟ سؤال. عندنا سؤال، نروحو نشوفو السؤال تاعك واش يقول حول الثورة. سؤالك يقول، سؤالك معنا اليوم يقول، في أي سنة اندلعت مظاهرات 11 ديسمبر؟ وعندك 20 ثانية للتفكير. أصدقائي الأطفال، اليوم ما عندكمش اقتراحات، عندكم 20 ثانية للتفكير فقط. عاودي السؤال. في أي سنة اندلعت مظاهرات 11 ديسمبر؟ في أي سنة اندلعت مظاهرات 11 ديسمبر؟ إيه. إذا كان كش واحد في الدار ولا يعاونك قولي لي يعاونك. 1956. يعني شوفي ركزي شوية. 1956. تحبيش تزيدي تركزي شوية؟ شنو؟ إجابة نهائية، ما تحبيش تزيدي تركزي شوية زعما؟ 1957. شوفي،
أصدقائي الأطفال وأنتي، شوف اليوم نقول لكم عندكم مفاجأة. اليوم ما عندناش مرحلة السحب، اليوم اللي راح يربحوا معنا كاع راح كامل ندير لهم هذا. يسمى كي تهضروا معنا وكي تشوفوا الإجابة لازم تركزوا، وأنتي زيدي ركزي شوية. تربحي خلاص ما نروحش مرحلة السحب. شحال قلتي لي؟ 1957؟ متأكدة؟ متأكدة هذه هي الإجابة النهائية؟ نشوفوا الإجابة كيف كيف. 1957 قتلنا. 1700 مع الأسف إجابتك غير صحيحة، هي 1960، حيث خرج شعبنا عبر ربوع الوطن للتظاهر والتعبير عن رفضه الشديد لمحاولة الاستعمار، جعل الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا، مؤكدين على مبدأ حقنا في تقرير المصير. مع الأسف إجابتك كانت خاطئة، ولكن معليش راكي استفدتي معنا بمعلومة. عندك إهداء؟ أود تحياتي إلى عائلتي. تحية كبيرة لهم كامل، تحية كبيرة لك أنت تاني. تحبي تعاودي تتصلي بينا ومن بعد رانا هنا مازال نستقبلوا في كاع اتصالاتكم. باي باي. باي باي. أصدقائي الأطفال كانت هذه أول متصلة معنا، مع الأسف ما كانتش من بين الرابحين معنا اليوم. نعاود نقول لكم اللي راح يربحوا معنا اليوم ما كانش مرحلة سحبها، ما كان والو. اليوم راح يربحوا معنا كامل، اذا كانت كاع اجابتكم صحيحه كاع راح تربحوا، لكن مع الاسف ماشي كاع اجابتكم صحيحه لانه اول متصله كانت اجابتها غير صحيحه. صح معليش رانا نستقبلوا في كاع اتصالاتكم في كاع مكالماتكم. عندنا اتصال اخر ونقولوا الو. مرحبا بك. الو. الو مرحبا بك، السلام عليكم. اسمك؟ لكم السلام. رحمه. رحمه الله يبارك. واش حبي عمرك يا رحمه؟ عمري 12 سنه. 12 سنة، الله يبارك. وين تسكني؟ نسكن في ولاية بومرداس شعبة العامر. الله يبارك، تحية كبيرة لكاع ناس بومرداس. قولي لي واش تعرفي على الثورة الجزائرية؟ واش تعرفي احكي لي؟ نعرف بزاف، كاين بزاف. تعرفي بزاف حوايج؟ تعرفي بزاف حوايج عليها؟ ايه يعني. هيا قولي لي واش صرا في أول نوفمبر؟ أول نوفمبر اندلعت الثورة الجزائرية. ايه الله يبارك، عجبتيني. قولي لي تخيري صورة ولا سؤال؟ سؤال. سؤال، نروح نشوف سؤال كمال معنا اليوم وش يقول. سؤالك معنا اليوم يقول وش يقول؟ يقول في أي سنة حدثت مجازر الثامن ماي؟ وعندك 20 ثانية للتفكير. عندي سؤال معلش. في أي سنة حدثت مجازر الثامن ماي؟ يعني مجازر 8 ماي وش من عام صارت؟ نعم مجازر 8 ماي. 1945. في 8 ماي 1945. ايه نشوفوا الإجابة كيف كيف. إجابتها صحيحة ماشي صحيحة؟ 1945. مبروك عليك، إجابتك صحيحة. حدثت في الصيف دالما وخلاطة، حيث ارتكب المستعمر الفرنسي جريمة شنعاء في حق شعبنا بعد خروجه في تظاهرات سلمية للمطالبة في حقنا في الحرية. مبروك عليك مرة واحدة أخرى، إجابتك صحيحة. عندك إيه ده؟ عندي إهداء، نقدم تحية لأمي وأخي وجميع عائلة. وتحية كبيرة لك أصدقائي. جميع الأجداد والطاقم فوركيت. شكرا لك، تحية كبيرة لك أنت تاني. أصدقائي الأطفال وصديقتنا ما راحش نقول القادم معنا لنهاية البرنامج باش تشوفي إذا ربحتي معنا في مرحلة السحب، لأنه ما كانش اليوم مرحلة السحب. مبروك عليك، ربحتي معنا هدية من بين هذه الهدايا الموجودة. مبروك عليك مرة واحدة أخرى. باي باي. باي باي. باي باي. أصدقائي الأطفال كانت هذه متصلة معنا أخرى، يعني ثاني متصلة نهار اليوم وأول رابحة معنا. أنتم تاني ما تغيروش أصدقائي الأطفال، إذا حبيتوا تعيطوا لنا وتربحوا معنا ما لكم غير تعيطوا لنا عبر الرقم الموجود أسفل الشاشة، ورانا في خدمة كما راكم تشوفوا. عددنا نهار اليوم ثوري بامتياز واستثنائي أقول، وإحنا ما زلنا مستمرين في برنامجنا. العديد من المعلومات الثورية والعديد من الهدايا المختلفة في انتظاركم. العديد من الشخصيات المختلفة، التواريخ المختلفة راهي في انتظاركم. عندنا اليوم إن شاء الله يكون مليء بالمعلومات اللي راح نستفادوا منها بها سويا أنا وأنتم كيف كيف.
لازم كامل نعرف تاريخنا، بحثوا حول تاريخ، لأنه أمة بلا ماضي أبدا لن تستطيع أن تكون مستقبلا. وإحنا هنا مستمرين في برنامجنا، برنامج الكويز، برنامج يهدف للمتعة والإفادة في نفس الوقت. هذا كامل عبر قناتكم أنتم أصدقائي الأطفال عبر قناة فوركيز، معي أنا صديقتكم أريج عند اتصال آخر، ونقول ألو. ألو، السلام عليكم، مرحبا بك. ألو، مرحبا بك، واسمك؟ ألو. ألو، ألو، شوف سمعنا من الهاتف ماشي من التلفاز، نقص للتلفاز، نحي مكبر الصوت باش نقدروا نهضروا. كوثر. كوثر. كوثر، الله يبارك، وين تسكني؟ نعم؟ هيا هيك. ألو. صافا لاباس الحمد لله، واسمك؟ مع الاسف انقطعت المكالمه زي قال الاطفال كي تعطونا، كيما نقول لكم ما تفرفشوش بزاف، روحوا لمكان هادئ ونحو مكبر الصوت وسمعونا من الهاتف، هكا باش نقدروا نتفاهموا ونسمعوكم وتسمعونا ونلعبوا كيف كيف وتدوا هدايا مختلفه وتستفادوا بالمعلومات، نستفادوا سويا معلوماتنا حول الثوره، حول واش صرا في الثوره الجزائريه، شحال دامت، كيفاش كانت، وشنو هما ابرز الشخصيات والاحداث اللي كانوا في الثوره. هذا كامل راح نتعرفوا عليه طيله عددنا لنهار اليوم. عددنا مازال مستمر باش نعرفوا اصدقائي الاطفال، نعرفوا كامل ونستفادوا كامل حول معلومات حول الثوره، بمعلومات حول الثوره اقول. ورانا نستقبلوا في كاع اتصالاتكم، عددنا مازال متواصل، مازلنا نستقبلوا في كاع اتصالاتكم، نفتحوا لكم مجال كاع ارائكم، لكاع اقتراحاتكم دائما عبر قناه فوركيز. مازلنا مستمرين اصدقائي الاطفال، عندنا اليوم في برنامجنا، عاد نذكركم برنامج اليوم مميز، ماشي كيما قال برامج، عندنا العجله الذكيه تاعنا حاضره معنا، بصح اليوم ما راحش نروحوا لها، ما راحش نذكركم بالمواضيع تاعها لانه ما راحش نستعملوها لنا اليوم، اي ارتحت منها وارتحنا منها شويه، بدلنا شويه. اليوم عندنا غير صوره ولا سؤال، تعيطوا لنا تخيروا لنا، تخيروا اذا ديروا صوره ولا سؤال، اذا صوره تجيكم صوره حول الشهداء مجاهدين وابرز الشخصيات في الثورة، ولا سؤال يجيكم سؤال حول أحداث الثورة الجزائرية سواء كان تاريخ ولا كاين مختلف الأسئلة. ومن بعد ما نروحوش في نهاية البرنامج، ما نروحوش مرحلة السحب، لا لا، راح تربحوا كامل اللي يجيبوا إجابتهم كاع صح، كاع راح يربحوا معنا هدية من بين هذه الهدايا الموجودة. عندنا اتصال آخر ونقولوا ألو. ألو. ألو، السلام عليكم، واسمك؟ اسمي ريهام. واسمك؟ ألو. شوفي سمعينا من الهاتف ماشي من التلفاز، هكا راكي تسمعي فينا من التلفاز، راني فقت لك شتي ما سمعينيش من التلفاز، نقصي عليه. ريهام. نقصي التلفاز. نعم؟ نقصي له؟ قلت لك اسمي ريهام. ريهام، الله يبارك، وشحال في عمرك؟ في عمري 11 سنة. 11 سنة، الله يبارك. عجبك اليوم برنامجنا، الحلة تاعي، راني لابسة الوان العالم الوطني ولا لا؟ لا عجبني. ايه، وانت راكي مستعدة للمعلومات، راكي واجدة للسؤال؟ ايه. شوفي تحبي تخيري سؤال ولا صورة؟ بصح ما قلتيليش وين تسكني. انا نسكن في ام البواقي. أم البواقي، تحية كبيرة لكاع الناس أم البواقي. قولي لي تخيري صورة ولا سؤال؟ صورة. صورة، خيرة صورة، نشوفو. نشوفو الصورة تاعها على شكون؟ من أنا؟ عندك صورة قدامك، قال لك من أنا؟ لقبت بشهيد المقصلة، أقول أنا واحد من شهداء ثورة التحرير الجزائرية، ولدت سنة 1926 ميلادي بزهانة ولاية معسكر، كنت أول من نفذ عليه حكم الإعدام بالمقصلة في سجن سركاجي إبان ثورة التحريرية. وعندك أشياء ثانية للتفكير؟ Bye.
نعم نعود لك. من أنا؟ لقبت بشهيد المقصلة. أنا واحد من شهداء ثورة التحرير الجزائرية. ولدت سنة 1926 ميلادي بزهانة ولاية معسكر. كنت أول من نفذ عليه حكم الإعدام بالمقصلة في سجن سركاجي إبان الثورة التحريرية. خلاص لك الوقت، أعطينا الإجابة. علي لابوان. علي لابوان، كنت أكدة؟ إيه. عندك صورة تاعو، شوفي كش واحد يعاونك. شهيد المقصلة معروف هذا. أعطينا إجابة. ماشي أعطينا إجابة تاعك، نشوف إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. نعم أعطينا إجابة. مصطفى بن مولعيد. نشوف الإجابة كيف كيف. نشوف الإجابة، مع الأسف إجابتك غير صحيحة. هو الشهيد أحمد زبانة شهيد المقصلة، كان أول واحد تم حكم عليه بالمقصلة. معليش إجابتك غير صحيحة معنا اليوم، صح؟ معليش ثبتي معنا بمعلومة، شهيد المقصلة هو أحمد زبانة. عندك إهداء؟ نعم عندي إهداء. تفضلي. نهدي الماما وبابا وإخواتي. تحية كبيرة اليوم، تحية كبيرة لك انتي تاني، شكرا لك على اتصالك. عادي اتصلي بنا في الاعداد القادمة، ولا من في هذا العدد رانا مستمرين ومستقبلوا في كاع اتصالاتكم. باي باي. باي باي. باي باي. اصدقائي الاطفال، كانت هذه رابع متصلة ولا ثالث متصلة معنا لنهار اليوم. احنا مازلنا في الخدمة، مازلنا نستقبلوا في كاع اتصالاتكم، في كاع مكالماتكم. مالكم كتعيطوا لنا غير تركزوا شوية، إذا كان واحد في الدار يعاونكم عنده شوية ثقافة على الثورة التحريرية، ماذا بكم تقولوا له يعاونكم؟ ماذا بينا كاع تربحوا الصور والمعلومات تعاونكم في التعرف على الشخصيات. وحنا نعطوكم معلومات بين كلمات مفتاحية كما شهيد المقصلة هو أحمد زبانة، باش تعرفوا الإجابة ديريكت. وإحنا ما زلنا مستمرين بكل أسئلتنا المختلفة بعددنا اليوم المميز الخاص بأول نوفمبر، 70 سنة على اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية. هذا كامل باش نكونوا في وطن مستقل ومستقر. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. لازم نفتخروا كوننا الجزائريين، تكون عندنا وطنية. ولازم كيقولوا لنا وين تسكنوا، نقولوا نحن نسكن في الجزائر بكل افتخار وبكل فخر، لانه حريتنا ما جاتش بالسهل، كانت بعد عناء طويل. لذا لازم نكونوا نفتخروا وبزاف فرحانين كوننا احنا جزائريين ننتميوا الى هذا الوطن. لازم تكون عندنا روح وطنيه ونفتخروا ببلادنا الحبيبه بلاد الجزائر. عندنا اتصال ونقولوا الو. الو. الو السلام عليكم، اسمك؟ نعم الو. اسمي عبلة. واسمك؟ اسمي عبلة. الله يبارك. وين تسكني؟ نسكن في ميلا، ولاية ميلا. ايه الله يبارك، تحية كبيرة كاع لسميلا. قولي لي شحال في عمرك؟ عمري 10 سنين. 10 سنين، الله يبارك. قولي لي انت تحبي كي انت جزائريه ولا لا؟ لا. تفتخري انه انت جزائريه؟ افتخر. ايه وتحبي بزاف بلادنا الجزائر؟ ايه نحب. ايه مليح، لازم تكون عندنا روح وطنيه كبيره. وقولي لي تخيلي انت معنا اليوم تلعبي صوره ولا سؤال؟ تخيلي اليوم سؤال. ايه نروح نشوفوا سؤالك. سؤالك معانا اليوم يقول: ماذا يمثل تاريخ 19 ماي سنة 1956؟ وعندك 20 ثانية للتفكير. تاريخ 19 ماي 1956 ماذا يمثل؟ احنا نحتفلوا به في كل سنة.
19 ماي 1956. وش صار في 19 ماي 1956؟ أو موجود على الشاشة تقدري تقراي السؤال بكل أريحية. 19 ماي 1956 وش صار فيه؟ خلصتك الوقت، أعطينا الإجابة. نعم، مؤتمر صمام. مؤتمر صمام، متأكدة؟ تحبيش تبدلي هكا شويه اجابتك؟ مؤتمر صمام، هي متاكده. متاكده، ان شاء الله تكون تاكد تاك في محله. شنو؟ اضرب الطلبه الجزائريه. اضرب الطلبه الجزائريين، شوفوا. اعطتنا اجابه في الدقيقه 90، ان شاء الله تكون اجابه صحيحه. اضرب الطلبه، اين لبى الطلبه الدعوه الى الاضراب؟ وقام الاتحاد العام للطلبه المسلمين الجزائريين بالمشاركه في الاضراب والالتحاق بصفوف جبهه التحرير الوطني لتحقيق الحريه والاستقلال. مبروك عليكي، اجابتك صحيحه. عندك هدا؟ عندك هدا؟ هدا؟ ايه، عندي هدا لامي وابي واختي العزيزه واختي الصغرى. تحية كبيرة لهم. على بالك احنا في برنامجنا برنامج الكويز عندنا السحب، نشوفوا شكون راح يربح معانا. على بالك؟ على بالك بلي احنا في الكويز عندنا السحب في نهاية البرنامج، نشوفوا شكون راح يربحوا، صح؟ يربحوا معانا زوج. على بالك؟ على بالي. ايه بصح، اليوم كي عدنا خاص بأول نوفمبر، كيما راك تشوفي ألوان العلم الوطني راهم حاضرين بامتياز، غير اللي عيطولنا كي يربحوا يديو كادو. سمنتي راكي من بين الرابحين، استني الكادو تاعك دوك يلحقك. ايه ايه ايه، اي ام بروك عليك. باي باي. اصدقائي الاطفال، كانت هذه متصله اخرى معنا ورابحه معنا. انا مدبيه تربحوا كامل، مدبيه مملكة اللي راكم تفرجوا فينا مام، اذا ما حكمتوناش تستفادوا معنا بالمعلومات، لانه مليح نكونوا نعرفوا ونكونوا نعرفوا تاريخنا ونكونوا نعرفوا معلومات حول الثوره الجزائريه. عندنا اتصال ونقولوا الو. السلام عليكم. الو الو مساء الخير. الو الو، اكيد تسمعي فيا؟ هي واسمك؟ ريماس. ريماس، الله يبارك. شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين، وين تسكني؟ في قسنطينة. في قسنطينة، مدينة الجسور المعلقة. تحية كبيرة لقناص قسنطينة. قولي لي، قولي لي، واش عجبك اليوم في العدد تاعنا؟ نعم؟ لا أكيد، شفتينا اليوم في التلفاز، صح؟ هي. واش عجبك في العدد تاعنا؟ عددنا اليوم مميز، صح؟ الديكور. ايه مليح، الديكور تاعنا راهو زاهي بالالوان العالم الوطني. قولي لي، عندك شويه ثقافه وطنيه؟ ايه ايه. زعما واش راكي حابه انت، صوره ولا سؤال؟ واش تعرفي اكثر؟ سؤال. سؤال، نروحوا نشوفوا مال السؤال تاعك واش يقول. سؤالك يقول: متى أرغمنا شارل ديغول على الاعتراف بحقنا في تقرير المصير؟ عندك 20 ثانية للتفكير. متى أرغمنا شارل ديغول على الاعتراف بحقنا في تقرير المصير؟ نعم، أني أفكر. أكيد فكري 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 مليح، فكر فكر يا شطور، فكر فكر يا شطور. خلاص الوقت. 1 جويلية 1962. راكي متأكدة؟ شوفيها قبل شوية، نعاونك قبل شوية. شوفي، هو دي جول دار بيان واعترف به. 1961. زيدي زيدي هبطي شوية، عطينا غير العام، ما تعطيناش الشهر، عطينا غير العام برك. قبل ما ندخلوا الستين، قبل الستينات. 59. اي طابط بالعام، زيدي هبطي عام ولا زوج. 58. وقادي في 59 خير، انا نقول لك 1959. اي مليح.
نشوف الإجابة كيف كيف. الإجابة كيف كيف إجابة تقول 16 سبتمبر 1959، حيث أصدر بيان رسمي اعترف فيه بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره بنفسه. مبروك عليك، إجابتك صحيحة. عندك هدى؟ نعم تفضلي. أهدي تحياتي لعائلتي، أمي وأبي وأختي ولطاقم قناة فوكيد. شكرا لك، تحية كبيرة لك انت تاني. مبروك عليك، ربحتي هدية من بين الهدايا الموجودين. سني الهدية تاعك دوك تلحقك. شكرا شكرا، باي باي. باي باي. الاطفال كانت هذه متصلة اخرى معنا ورابحة اخرى معنا. انتم ثاني ما تغيروش، اذا حبيتوا تربحوا ما عليكم غير اتصلوا بينا وحنا علينا الهدايا. ومازلنا مستمرين في برنامجنا، برنامج ايو كويز. برنامج ايو كويز برنامج لي يهدف للمتعة والإفادة، يمد لكم معلومات مختلفة نستفادوا سويا أنا وانتوما. معكم صديقتكم أريش كالعادة. نازلنا مستمرين، استقبلوا في قاع اتصالاتكم، في قاع آراءكم، قاع اقتراحاتكم، واشتراتكم، ثقافتكم الوطنية، برك ركزوا شوية وإن شاء الله إجابتكم قاع تكون صحيحة. على بالي بصح انا ماركيتكم كاع تهربوا من الصوره وتروحوا كاع تشوفوا اسئله. كي نقول لكم زعما تشربوا الصوره تقولنا ديك سؤال. تخافوش اصدقائي الاطفال، الاسئله تاني سهلين والصور اسهل من الاسئله، يعني ما تخافوش. ما تروحوش ديك سؤال تاني، صوره تجيكم سهله تصدقوني. مليح كي نتعرفوا على الشخصيات الثوريه، الشهداء، المجاهدين، المقاومين، هكا باش تكون عندنا ثقافه من جانب الشهداء ومن الجانب تاع الاسئله، من جانب التواريخ، هكا باش نكونوا على اطلاع على الثوره التحريريه تاعنا. عندنا اتصال اخر ونقولوا الو. مساء الخير. الو الو، مساء الخير. السلام عليكم، اسمك؟ لينا. لينا الله يبارك، وشحال في عمرك؟ سنين. شحال في عمرك؟ تسع سنين. الله يبارك، وين تسكني يا لينا؟ سيدي عبد الله. سيدي عبد الله، الله يبارك، في الجزائر العاصمة. قولي لي لينا، تحبي الوطن؟ نحبه بزاف. ايه قولي لي احكي لي، واش تعرفي على الوطن الجزائر؟ واش يعجبك؟ قولي لي. حاربوا عليه بزاف شهداء. دم بزاف. صح، الله يبارك، تعرفي. وقولي لي، تخيلي سؤال ولا صورة؟ سؤال نشوف السؤال. نشوفه سؤالك وش يقول. سؤالك يقول: متى اندلعت الثورة التحريرية الكبرى؟ وعندك 20 ثانية للتفكير. عاودي لي دقيقة السؤال. متى اندلعت الثورة التحريرية الكبرى؟ يعني سؤال سهل. أول نوفمبر 1954. إيه، شوفوا الإجابة كيف كيف. اندلعت الثورة التحريرية الكبرى سنة 1954. شاطرة، عجبتيني. أول نوفمبر 1954، مرة لها 70 عام نحتفل بها كل سنة لنرسخ مبادئ الوحدة بين شعبنا التي استلهمناها من مبادئ بيان أول نوفمبر. عندك إهداء؟ تفضلي. عندي إهداء العائلة حماس وعائلة عثماني. تحية كبيرة اليوم، تحية كبيرة لك انت تاني. مبروك عليك، ربحتي معنا هدية من بين هذه الهدايا الموجودة. باي باي. صحة. أصدقائي الأطفال، مشاهدينا الكرام، كانت هذه متصلة أخرى معنا وآخر متصلة معنا لنهار اليوم. كان هذا عددنا لنهار اليوم. أصدقائي الأطفال، مشاهدينا الكرام، هذا العدد كان استثنائي. كان كما راكم تشوفوا الباتو تاعنا راهو استثنائي ثاني. العالم علمنا، العالم الوطني كان حاضر، والوان العالم الوطني دائما حاضره، دائما لازم نفتخروا كوننا جزائريين، كوننا نعيشوا
كامل بيسك احنا جزائريين ونعيشوا في دولة مستقلة ومتحررة. ايضا اعدادنا في الاسبوع القادم راح تكون دائما وكامل راح يكونوا حول الثورة. قوموا معنا وترقبونا، لازم تقراوا مليح وتراجعوا مليح، تفكروا شوية التواريخ، تعرفوا شوية الشخصيات هكا باش نكونوا ملاح باش تجيبوا اجابات صحيحة وتكونوا كامل رابحين بلا سحب. يعني ما في الاعداد القادمة ما راحش يكون كاين سحب، اللي عيط لنا يربح راح يدي معنا هدية. كان هذا نهاية عددنا لنهار اليوم، إن شاء الله يكون خفاف الظرف عليكم، استنونا في الأعداد القديمة. كانت معكم صديقتكم أريش، تقبلوا تحياتي وتحيات كل برنامج ألو كويز. باي باي.